وشنو البلاندروم؟ هو عبارة عن كلمات تنقرأ من الصوبين مثل ما مكتوب هنا في الترجمة reads backward as forward. إذا نروح حق الصور بيعطينا كلمات أنها تنقرأ من الصوبين civic. لو تلاحظون هالكلمات كلهم ينقرون من الصوبين، وهاي الكلمات اللي عندنا مثال، فذلين بينقرون من الصوبين أنا ليفل مدام مام نون ريس كار وكذي يعني. تمام، شلون نقدر نسوي هالميثود؟ هو الشرح ماله مفصل، قال انه بناخذ سترينج بعدين بنحطه في الستاك، بعدين بنقارن النص نص الجملة ويا الستاك كل واحد بالعكس. تمام، بعدين نقدر نحدد اذا هو بالندروم اور نوت. تمام، بيعطينا ترو اور فولت. شلون بنقدر نسوي هالميثود؟ خلينا نروح حق الكومبايلر نسوي الميثود، بيكون نوعيته بوليان، بيستلم سترينج في القوس. اول شيء نحتاج شنو؟ نحتاج يكون عندنا سترينج، وبنستخدم الكلاس مالنا اللي هو كان اري ستاك ايكوال، خلينا نسميه ستاك تمام. نحتاج الحين لوب علشان يحط لنا القيم داخل السترينج. خلينا نشوف شلون قبل ما نكتب نكمل الكود، خلينا نشوف الفكرة شلون يبتدي، او شلون نقدر نعرف ان الكلمة بالندروم ولا لا. تمام، عندنا مثالين هنا، بناخذ مثالين اذا كان العدد زوجي او فردي. تمام، السايز او الاندكس، اذا السايز كان عدده فرد يعني عدد الكلي ماله فردي، فبيكون الاندكسات عددهم زوجي. تمام، خلينا ناخذ مثال. زين الحين احنا نبغي كل مره ندخل الكلمات في الستاك، شلون بيصير؟ بيصير شنو؟ بوش. فالبوش اول شيء بياخذ الام، بعدين بياخذ الاي والدي، فبيصير شكله النهائي بهالطريقة. تمام، هاي بيكون شكلهم النهائي. إذن احنا نحتاج شنو؟ نشيك النص اللي هني. تمام، ويا النص اللي هني بدون ما نوصل حق الدي. اهم شيء شنو عندنا؟ ان نشيك بالعكس، يعني هاي خب البوب بيطلع لي بالعكس، بيطلع لي الام ويا الاي. ابي اتشيك اخر كلمة تمام ويا اول كلمة في السترينج، لان هاي يعتبر اخر واحد. بعدين بتشيك قبل الاخير ويا ثاني كلمة. تمام، ما ابي اروح حق الدي لانه ما بينفعني. إذن شلون اخليه يشيك النص بالنص؟ اول شيء لازم يكون عندي سنتر. شلون بيكون عندي سنتر؟ اخذ السايز او اللينث واقسمه على 2، خلينا نقول 5 قسمة 2، 5 قسمة 2 يساوي 2.5، ولكن لاني باخذ ارقام انتجر فبياخذ لي بس 2. فخلنا نشوف الاندكس 2 وين صاير. اندكس 2 صاير هني بالضبط، تمام، في سنتر الكلمة. فاللوب مالي لازم يوقف قبل ما يوصل السنتر الكلمة. تمام، فبستخدم فور لوب، بستخدم سنتر الكلمة عشان اقدر اطلع السنتر. هاي نسبة حق السايز اذا كان عدد مفرد. خلينا نشوف اذا كان عدد زوجي شنو بيصير.
نسبة حق عدد زوجي، خلينا ناخذ نفس الكلمة ولكن شلون بنزيد الدي مرتين، خلينا نشوف شلون بيصير وشلون بينقص. تمام، الحين خلينا نخليها في الستاك. تمام، خلينا نشوف اذا قصينا الستة بالنص شنو بيصير. فاذا قلنا ستة ناقص اثنين بيعطينا ثلاثة. تمام، فالحين ثلاثة عدد واحد، اوكي خلينا نشوف وين بيودينا هالثلاثة. اذا شفنا هالثلاثة بيودينا وين؟ دايركت هني. فنفس اللوب نقدر نستخدمه حق العدد الزوجي بعد نفس الشيء، لان شنو بنشيك هالثلاثة اللي هني اللي مفترض تكون في الاخير ويا اول ثلاثة موجودين هني، وبس يوصل اللوب الى اثنين خلاص بوقف لان قلنا له اقل من السنتر. تمام، هاي بيكون الفكرة. فنرجع حق الكومبايلر نقول له فور، خلنا نشيل الايرور بس نحط له هني ريتيرن فولس علشان يشيل الايرور. نقول له فور انتجر اي ايكوال زيرو، اي اصغر من شنو؟ من اس تي ار دوت لينث اي بلس بلس. فشلون ندخل القيم في الستاك؟ نستخدم بوش دوت بوش. زين، وشنو بتكون القيم؟ بتكون str دوت char at، وهنا شنو نخلي الاي. تمام، فهاي نسبة حق اللوب الاولي، ما يحتاج نحط اقواس ولا شيء لان ليش؟ لان الردي بس سطر واحد فاوكي. الحين بنروح حق اللوب الثاني اللي بتكون عبارة عن التشيكينج، فبنقول له فور. بعد بيكون اللوب نفس الطريقة، بنبتدي من اصغر شيء الى اكبر شيء. ليش؟ لان احنا نبي نشيك ويا ذلين ويا 0 1 2. اذا كنا نبي نشيك بالعكس ويا 5 4 3 كان قلبنا، ولكن ما ينفع لان ليش؟ هاي يعتبر اخر شيء في الكلمة، فلازم نشيكه ويا اول شيء. تمام، فنقول له فور، نفس اللوب بالضبط بيكون بنحط هنا بريسي بنحتاج، وهنا نقول له اف نقول له اس تي ار دوت تشار ات، ونخلي هنا الاي ايكوال ستاك دوت بوب. انا هنا ايرور، هالايرور شلون يتصلح؟ شنو قاعد يقول لي؟ يقول لي ان هالاوبجكت ان هاي اوبجكت ما اقدر اتقارن. عشان اصلح هالايرور عندي كذا طريقة، واحدة منهم انه شنو؟ ان اخلي هني chart characters class characters فراح الايرور. هاي واحدة من الطرق. طريقة ثانية ان هني اسوي له casting اقول له chart. طريقتين اوكي، انا بروح ويا هالطريقة. بعدين شنو بنقول له؟ الافضل ان نحسب النص ويا النص. وعلى فكرة اللوب ما بنحتاج نروح للنهاية، نحتاج النص بس. فشنو بنسوي؟ بنسوي لنا فيريبل. تمام، انتجر بنسميه سنتر، بنخليه يحسب لنا النص. فبنقول له بيقول له str dot length divide by 2. تمام، علشان ليش؟ بس يحسب لنا للنص. اوكي، هاي اول خطوة. الخطوة الثانية نبغي شنو؟ كل ما يحصل كلمة يعد. تمام، فبنسوي كاونتر، فبنخلي كاونتر هني
كل زيرو، وكل ما يصير ترو يعد. آخر شيء بنقارن. المقارنة مفترض شنو؟ مفترض العدد هاي اللي موجود يكون نفس النص، تمام؟ إذا نفس النص يعني أوكي، مقارنة صح. بنخلي الكاونتر إكوال السنتر، تمام؟ بروح المين عشان تشيك. اخلي هني مين، بنسوي اوبجكت حق كلاس بالاندروم، بنخليه داخل سيستم دوت اوت لانه ما بيطلع ترو ولا فولت الا في داخل سيستم دوت اوت. خلينا نحط نفس الكلمة مدام، تمام؟ وبعدين نخلي مدام دبل دي، بعدين نشيك اسم ثاني عشان نشوف بيعطينا فولس او لا. نور خلينا نقول، ونشغل البرنامج ونشوف. مثل ما تشوفون اول اثنين ترو، اخر واحدة فولس. في حال صوتكم مشكلة شلون تشيكون البرنامج؟ اتيون هني تخلون سيستم دوت اوت، لازم تشوفون شنو قاعد يصير، تمام؟ اول شيء مثلا تخلون السترينج، وتبون مثلا تحطون علامة ان هاي سترينج كذي، سترينج ايكوال زائد str دوت char at، وتخلون هني i، بعدين زائد هني back slash t اللي هو tab، وتخلون مثلا هني stack بس عشان تعرفون شنو اللي صاير. وهني هني لا تخلون pop لانه بيغير القيم، خلو peak، تمام؟ stack دوت peak زين. وعقب هني هاي نسبة حق الحروف عشان تشوفونها، ونسبة حق الكاونتر والسنتر تخلونه هني ستاند اوت سي مثلا كاونتر تخلون كاونتر، بعدين هني مثلا سنتر، الافضل باك تاب عشان يبعده وتقدرون تشوفونه بشكل واضح زين. وهني عندي شنو سنتر، اشغل البرنامج واقدر اشوف الاغلاط. مثلا شوفوا هني اول واحد ان وار، فما بيشتغل الكاونتر، فاشتغل مره واحده اللي هو في الاو او، ولكن السنتر قال لي 2 فاعطاني فولس زين. خلينا نشوف فوق، فوق اعطاني بهالمرحله، تمام؟ ام وام، اي واي، دي ودي، لأن هني عدد زوجي فأخذ للدي، فثلاثة يا ثلاثة صح. هني ام وام، اي واي، عدد فردي هني فأخذ من النص، تمام؟ مثل ما شفنا في الرسمة خذ من هني، وهاي بعد خذ من هني، تمام؟ ثلاثة. هاي النسبة حق هالكلاس اعتقد كانت سهل عليكم، فهاي الفكرة كانت.